صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده موضوع حلقتنا عن الست الرغايه. الست الرغايه اللي هي ما بتبطلش كلام طول النهار، طول النهار بتقلب في كلام وبتقلب في حكاوي وبتقلب حاجات كده في دماغها. بس على فكره في ستات رغايه بس حلوين، يعني تحب تقعدي معاهم وتتكلمي معاهم. بس في ستات رغايه لا، يعني رغيها صعب، ان لو سمعت جمله جملتين من حد لا بتحط عليهم 100 كلمه كمان، وتوصل المعلومه غلط، وتوصل اللي هي فهمته غلط. دي الست بقى بنقول عليها رغايه ونقلت كلام وصرصاره في كلامها، حاجات كده. انما الست الرغايه بقى دي، في ست كده رغايه تلاقيها هي بتحب تتكلم وتناقش وتعمل وكده، انا بقول لها اهدي، بلاش ترغي كتير، وبلاش تتكلمي كتير، وبلاش تحطي مناخيرك في كل كبيره وصغيره، لا يعني خليكي كده، عشان الحاجات دي بتجيب سكر وبتجيب ضغط. يعني الرغي ده بيجيب سكر وبيجيب ضغط. فحاولي على قد ما تقدري تهدي نفسك شويه. وبقول بقى للي هي الرغايه دي بزياده، مش لازم ترغي في كل حاجه، مش لازم تتكلمي في كل حاجه، ومش لازم لما تسمعي حاجه او تشوفي حاجه تروحي تنقليها وتوصليها بصوره تانية وبشكل تاني وبحاجه تانية. يعني مثلا بتبقى الحكايه ممكن تبقى قد كده، ممكن هي بقى تخليها قد كده، يعني تكبرها كده شويه كده وتقلوزها وتحط لها شطه وفلفل وشويه بهارات. يعني دي بقى اللي هي الرغايه. ويعني ما هي الرغايه دي نوعين، نوع يرغي كده في شؤون بيته ومش عارفه ايه، وبيبقى كلامه حلو ومقبول وتبقى عايزه تستمعي له. ونوع تاني بقى رغي بنقلان كلام، بحوارات، بحاجات كده، يعني ايه التحبيش بقى، اللي انا ممكن اقعد مع الشخص دي اقول كلمة كلمتين تلاتة، لا الكلام ده يوصل بطريقة تانية وبمفهوم تاني وبحاجات تانية. فيعني ده يعني ده مش رغي بس، ده رغي وصرصرة ونقلان كلام وزي ما بيقولوا كده خبص. يعني في ستات بتبقى كده، بتبقى هي دي زي هواية عندهم، يعني دي هوايتهم، نقلان الكلام، نقلان الكلام بالتحابيش بتاعته. فهي الكلام بقى اللي ابو تحابيش ده على فكرة بيزعل الناس كتير وبيخسر ناس من بعضها. يعني ممكن انا وحد تاني نخسر بعض، حد تالت نولع في بعض، يعني ممكن يحصل مشاكل كتيرة بكلمة اتقالت والشخص ده راح وصلها بنمط تاني وبفعل تاني وبكلام تاني. ليه؟ ما هو زود عليه كلام تاني. فاحنا بقى بنقول للست اللي هي اللي بتقعد الرغاية دي اللي بتقعد تتكلم كده، يعني مع جوزها ماشي، مع اولادها ماشي، انما ترغي وتاخدي الكلام كمان تنقليه بره او تنقليه لاشخاص تانية، فالتانية دي وانت كمان ما بتوصليش صح، يعني انت كمان بتوصلي غلط، بتوصلي الكلام اللي اتقال غلط. بنقول لها اهدي، اعرفي كده ان الكلام ده بيخرب بيوت، ان الكلام ده بيشيل ناس من بعضها، بيشيل يعني بيزعل ناس من بعض كتير، وممكن ناس تقع في مشاكل في كلام ممكن ما يكونش كمان اتقال، او ممكن اتقال منه جمله جملتين وانا زودت بقى كمان وحطيت شويه شطه وشويه فلفل وشويه ملح وزودت الطبخه، يعني ظبطتها ونقلتها. فيا ريت الناس اللي هي فيها الطباع ده، يا ريت لا نخف شويه ونعرف ان نقلان الكلام والرغي اللي على المليان وعلى الفاضي
وان انا اروح اتبصص في بيت فلان وبيت علان عشان انقل الكلام وانقل الصوره اللي هي في دماغي بقى، اللي انا صورتها في دماغي. انا ممكن الاقي حاجات عاديه، بس انا بقى تفكيري والفيلم والسيناريو اللي انا بعمله في دماغي مش هو ده اللي انا شفته، او مش هو ده اللي انا يعني الموقف اللي انا حضرته مثلا. لا، انا بقى الفيلم اللي شغال في دماغي ده حاجه تانية. انا بكبر وبمنتج وبعمل بقى وبحط بقى التاتش بتاعي كمان. فالحاجات دي بتخرب بيوت وبتزعل الناس من بعضها. ده الرغي اللي هو زياده عن اللزوم بقى، يعني اللي هو يعني ما مش مستحب. لازم على قد ما نقدر نحكم عقلنا، يعني نحكم عقلنا. مش كل حاجه اتكلم فيها، مش كل كبيره وصغيره احط مراخيري فيها واحشر نفسي فيها. اتكلمت كلمه كويسه بما يرضي الله، قلت ما عنديش كلمه كويسه بلاش اقول، وبلاش اخد في حد ولا اتكلم في حد ولا اتكلم على في ضهر حد. يا ريت يعني الرغي والصرصره وان انا اخش انقل من هنا لهنا لهنا. والله العظيم في بيوت بتتخرب بسبب الحكايات دي، ويبقى اللي قدامك يعني ممكن يكون مش قصده، بس ما فيش حاجه. انا ربنا مميزني بعقل، ان انا باستمرار احكم عقلي، باستمرار ان انا اقعد يعني اشوف الصح ايه، اشوف الصالح ايه اللي انا ممكن اقوله. عندي كلمه حلوه اقولها، ما عنديش خلاص اسكت وما اتكلمش في حاجه، علشان ما نشيلش النفوس من بعض ونزعل الناس من بعضها. يا ريت كل واحد على قد ما يقدر حته الرغي دي يا جماعه، زي ما بقول كده. انا ممكن ارغي في حاجه في بيتي مع اولادي، احب الكلام، احب المناقشه، احب الكلام مع جوزي ما كده. انما انا بقول لا، في كلام تاني وفي رغي تاني، ده بيخرب بيوت. ومش كل كبيره وصغيره اروح انقلها، ومش كل حاجه اشوفها اروح ارغي فيها واحط عليها كلام واحط عليها مواضيع ملهاش لازمه، لان الحاجات دي بتشيل وبتزعل وبتخرب بيوت وبتشيل النفوس من بعضها. فيا ريت، انا بقول للواحده اللي فيها الصفه دي، خف شويه، خف شويه. حتى اللي بترغي في بيتها مع جوزها ومع اولادها ومع اخواتها، خف شويه. السكر والضغط الايام دي في السوق كتير، فبيروحوا لاي حد. فيا ريت نخف شويه ونحكم عقلنا شويه، ان الكلام زياده عن اللزوم يا جماعه ده بيبقى غلط، ونقلال الكلام بيبقى غلط، والرغي والصرصره بيبقى غلط. فيا ريت على قد ما نقدر نحافظ شويه على لساننا، ولوكلوك لوكلوك دي يعني نخفها شويه. وكفايه كده عشان الرغايين ما يزعلوش مني. واستودعكم بالله، وباي باي.